أما ختام حلقتنا اليوم مخصص للمسرح التفاعلي لنتعرف عليه أكثر ونعرف العوامل يلي أدت لتشكله يلي بتساهم فيه وأيضا هدفه بالمجتمع. تماما صبا، وأهم تأثير مباشر أدى إلى ظهور المسرح التفاعلي كان ظهور المجتمعات المدنية والبحث عن أفق أو سبل لمكافحة المشكلات بالعالم. مهرجان المسرح التفاعلي الرابع في سوريا هو حديثنا لليوم مع المسؤول الإعلامي عن هذا المهرجان الصحفي عمار البري. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيكم. أهلا وسهلا فيك. بداية عمار، يعني بنسمع المسرح التفاعلي فخلينا نعرف شو هو بالضبط. أكيد. هلا مسرح التفاعلي هو لشبكة الأقران الشباب واي بير. خليني أقولكم شو يعني شبكة واي بير أو مين هي. هلا واي بير هي اختصار لـ Youth Beer Education Network، شبكة الأقران الشباب واي بير. يعني هي موجودة بأكثر من 50 دولة، بتهتم وتروج لأساليب صحية لحياة الشباب بشكل عام من خلال عدة مواضيع، أبرزها العنف القائم على النوع الاجتماعي، الوصمة والتمييز، والصحة الإنجابية والجنسية، وكل ما يخص الشباب وأكيد المرأة. المسرح التفاعلي يعني أو هدول المواضيع هي باستخدام تقنيتين بتستخدمها الشبكة. التقنية الأولى هي تثقيف الأقران خلال جلسات تفاعلية بأساليب تلقي المعلومة، والتقنية الثانية هي المسرح التفاعلي. يعني أنا اليوم بلجأ لهذا المفهوم أكثر ما أنه أنا أروح أحكي عن مثلاً بقول لك أنه المسرح التفاعلي هو كذا وكذا وكذا. أنا بروح بعمله بسكيتش، أو بسكيتش هو بيكون مدته بين 3 لـ 7 دقائق، بفرجيكم فيه الأسباب، المشكلات، منين طلعت هي العوامل لحتى يعني أنه طلعت عنا المشكلة ككل. بس أنا اليوم بالمسرح التفاعلي ما بقدم حل، يعني حل بطريقة مباشرة، ممكن أعطي جزء من الحل، بس الحل المباشر ككل أنا ما بعطيه، لأنه هذا الحل بيطلع من الجمهور. لهيك هو كان يعني مسرح يعني التفاعلي، لأنه الجمهور هو اللي بيطلع الحل. بنحرض الجمهور على التفكير بحل، لأنه نحن خلال السكيتش اللي هو يعني قصير جدا، يعني قلت لكم من 3 لـ 7 دقائق، هو أنت يعني إنه يا دوب بتطرح يعني سبب المشكلة، مين أدى فيها أو شو صارت قصص لحتى طلعت هاي المشكلة، وممكن أعطي جزء من الحل. أنا هذا الحل يعني حرض الجمهور من خلال ما يعني مثل ما تفضلت عدي، لأنه في بعد يعني السكيتش في عنا جوكر، أو هذا الشخص اللي هيك اسمه جوكر، بيطلع يناقش الجمهور مثلا شو شفنا بالسكيتش، مثلا هذا السبب هل كان هو الرئيسي، فالجمهور بقى بلش يفكر معنا. لهيك كان اسمه المسرح التفاعلي حتى بقى يطلع الحل اللي بيناسبني يمكن ما بيناسب عدي، ما بيناسب صبا، فبالتالي بيصير هيك عندنا تركي النهايه مفتوحه، وبعدين المناقشه بالسكيتش هو اساس المسرح التفاعلي. تماما، فينا نقول هيك، وفينا نقول كمان انه مو نتركها مفتوحه يعني حتى الجمهور ما ياخذها على البدل المعيد، على البدل البعيد. فينا نقول انه نعطي جزء من الحل، ممكن هذا الحل يناسب فئة معينة، وبالتالي الفئة المعينة ممكن تكبر شوي شوي مع النقاش اللي بصير مع الجوكر. يعني كثير مهم هذا الشرح، لأنه في أحد يعني وجهات النظر الخاطئة صبا أنه المسرح التفاعلي هو يتيح تقييم العمل المسرحي بالنسبة للجمهور، وهذا الموضوع خاطئ، هو بيكون الجمهور شريك بالموضوع. هلأ على المستوى المحلي ومهرجان المسرح التفاعلي بنسخه الأربعة، خلينا نحكي قبل الرابعة، الأولى والثانية والثالثة، ولاحقا بلش أكيد بالرابعة، شو اختلف؟ بس بدي أقول لك شغلة عدي، أنه هو إذا بدنا نعرفه هو إشراك الجمهور بالحدث. نعم. يعني إحنا اليوم عم نخلي الجمهور هو اللي يفكر، هو اللي بيناقش، هو اللي يعني بيطلع بالحل، لأنه يعني بالأخير نحن عم نتوجه لمجتمع، فبالتالي هذا المجتمع متنوع، في عندك أطفال، في عندك يافعين، في عندك شباب، فبالتالي مثل ما ذكرت. إذا بدنا نحكي شوي عن النسخ الأربعة على مسرح التفاعل، فهو بلش ب 2017. ليش بلش؟ لأنه واي بير كانت هي الشبكة اللي عم تدرب يعني شو هو المسرح التفاعلي كأداة للتغيير بالمجتمعات. فيعني شافت الشبكة إنه نحن ليه ما بنعمل مهرجان بنخلي فيه كل هالتدريبات اللي صارت في خلال المسرح، يحكوا لنا أو يعملوا لنا سكيتشات بتكون عن هذا المسرح. فكانت عن هاي المواضيع، يعني حتى لما كانوا الأشخاص بيشاركوا كانت يعني فقط مواضيع الشبكة اللي هي بتهتم فيها اللي ذكرناها من شوي. فبلش بال 2017 كمحاولة من الشبكة إنه نحن نعزز هذا المفهوم، لأنه هو مفهوم فعال، وكثير اليوم الجمهور وبعصر السوشيال ميديا وبعصر التنوع الكثير كبير عم نشوفه سهل يتقبلوا. صاروا يتقبلوا، لأنه ما عاد حدا يتقبل إنه يعني مثل أسلوب المحاضرة اللي نحن بنقول العنف القائم على النوع الاجتماعي هو كذا وكذا وكذا، لا خلص نحن يعني صرنا بنعرفها، وخصوصا اليوم مع يعني هذا التطور الكبير. فبالتالي إنه أنا اليوم لما أجيبكم وأحطكم قدام سكيتش راح يصير باللا شعور أو باللا إرادة
انت عم تتفاعل معه بس بدون ما تعرف. فكان ب 2017 هي اول مهرجان، بعدين يعني حقق هيك اول شيء العالم استغربوا انه شو يعني انه مسرح تفاعلي مثل ما اكيد لا عم يصير. فبعدين لا صار خلص طقس يعني سنوي بيصير كل سنه، لانه صار في حماس اكبر، تشجيع اكبر انه العالم يفهموا، يعني شفنا نحن النتائج من خلال التقييمات. وهيك استمرينا 2017 2018 2019. هلا بال 2019 انا دخلت، كنت يعني بعدني ماني من ضمن الشبكة، فانضميت وبوقتها يعني هيك كنت هلأ طالع على السنة الثانية، فقدمت المهرجان. كان شيء كتير يعني تجربة جديدة علي أني أعملها، بس حسيت أنه يعني شيء بيشبهني، أنا بحب هيك يعني بحب هاي الأمور. ف 2020 ما قدرنا نعمل يعني نسخة رابعة اللي كانت هي تفترض بسبب الكورونا واللي صار، فنحن رجعنا ب 2021 اللي هي يعني بالنسخة الرابعة. فكمان هيك كان شيء غريب، لأنه يعني كمان أنا قدمت المهرجان فكتير لقيت فرق بقى من 2019 لل 2021. عمار يعني في نقطة كتير مهمة كانت بحديثك وقت قلت أنه نحن منروح بعيداً عن الطريقة المباشرة المملة يلي الجمهور اليوم صار أذكى بكتير من أنه هو يتلقى المعلومات هيك فوراً بشكل مباشر من أي حدا. فاليوم بدي أعرف أنا من خلال هذا المسرح التفاعلي والسكتشات اللي عم تتقدم فيه، كيف عم تقدروا تحصلوا على إقبال الناس؟ كيف عم تجذبوا اهتمامهم؟ هل هذا الشيء له علاقة بكاسة العمل؟ يعني شو هي العوامل الجاذبية خلينا نقول بالمسرح التفاعلي؟ أكيد. هلأ نحن لما يعني لما أكيد لما نعلن عن أي موضوع فهي الفئة العمرية هي من 15 ل 30، يعني هي اليافعين والشباب لشبكة. في أصعب. وفي أصعب جداً يعني مش بس صعبة. فنحن هذا الأسلوب لأنه اسمه مسرح تفاعلي فهو فيه كل عوامل التفاعل إذا بدك، يعني عوامل الجذب بدءا من لما يفوتوا هن على المسرح لحتى ما يعني يحضروا السكيتش لحتى ما يودعونا. كان أنا يعني أكيد ما بخفي كان شوي صعب مثل ما ذكرت من شوي بعصر هالتنوع الكبير أنك أنت تاخدي الضوء على أشخاص يمكن يعني ضايعين كتير بقصص. يعني اليوم الشباب السوري أو الشباب بشكل عام مو بس إنه ضايعين على السوشيال ميديا، يعني تحسي في كتير قصص عم تاخد انتباهنا بدءاً حتى من الموبايل لما نحن في تنوع أكبر تماماً. يعني صارت الخيارات كتيرة، فعوامل الجذب هون شو بتكون؟ أكيد يعني كانت هون إذا بدك بدءاً من الحملة الإعلانية اللي نحن عملناها للمهرجان، أكيد هي استمرت 3 شهور تقريباً على صفحات الشبكة على السوشيال ميديا سواء إنستغرام أو فيسبوك، ومن خلال كمان نحن حديثنا مع وسائل الإعلام مشكورين أكيد انتوا كمان كنتوا معنا. فكان في كتير تفاصيل يعني نحن قدرنا انه نعلم من خلال الشباب، بالاضافه انه هو يعني رجعنا اذا بدك لارشيف المسرح التفاعلي بال2017 وال2018 وال2019 حتى فرجينا العالم شو هي كانت النتائج. فبالتالي يعني انت اليوم لما عم يعني عم تقولي مسرح تفاعلي فعم تقولي سكيتشات، السكيتشات عم تكون تفاعلي، يعني ممكن احد السكيتش مو انه والله انا بس خلص السكيتش فيني ناقش، لا خلال السكيتش احيانا ممكن يطلع لك نقاش، يعني ممكن انه يوقف السكيتش انه يسالوا سؤال للجمهور بعدين يكملوا، ممكن يدخلوا يعني شيء موسيقي شيء مسرحي تفاصيل لها علاقه بانه الجمهور يعني يضحك. فانت يعني احيانا في بالسكيتش اعطوه مساحه من التسليه، يعني انت عم تحكي عن فئه عمريه غالبا بتدور على التسليه أكيد. لحتى تقدر انك تلفت اهتمامك اكيد. فهو مو بس يعني هي هون ما بيكون مقصود انه نحن عم ندور على التسليه بس لانه هن جايين يتسلوا، صحيح عم يضحكوا صحيح، انا بقصد انه هي بالنسبة لهم مطلب وحق تماماً بمحل معين هذا. فأنت بدك تقدم لهم محتوى كتير جاد أكيد. كيف بدك تقدر توفق؟ تماما. فنحن يعني صحيح كنت عم قلك صحيح عم يضحكوا صحيح عم يغنوا عم يزقفوا، بس هون يكون مطلوبة يعني أو نحن نكون قاصدينها بشكل عمدي أنه نحن من خلال هالضحكة في معلومة بدها توصل. أحد السكيتشات كانت ب 2021 كانوا عم يحكي عن الكورونا وأنه كيف العالم عم يتقبلوا هذا الموضوع واللقاح وهالقصص. آخر شيء يعني كان عم يحكي على التليفون عم يقولون أنا طلعت نتيجتي إيجابية، فكل الباص هيك خاف من يعني الموضوع وكذا، آخر شيء طلعت إيجابية إنه مرته حامل. فكانت هون الجمهور كتير تفاعل مع الموضوع، بس بشكل إنه نحن نحافظ على المعلومة. أكيد المعلومات اليوم يعني بحر كتير كبير موجود بحياتنا، فبحاجة بقى نحن الأسلوب نلعب عليه مو تقديم معلومة، المعلومة يعني متواجدة معلومة نفسها أكيد. طيب يعني لفتني موضوع أيضا سهولة ضبط المتفاعلين أو الجمهور، يعني نحن بالمسرح التقليدي الجمهور يطالب بالصمت يطالب بالإنصات، بينما بالمسرح التفاعلي يطالب بالعكس. لكن أيضا اليوم عم نحكي عن فئات عمرية قد تكون تحديدا عن 15 سنة غير منضبط بالمطلق، قديش ممكن نحن شو هي وسائل الضبط خلينا أكيد. يعني صراحة عدي كتير
واجهنا تفاصيل بخصوص الضبط انه كيف الجمهور عن جد متفاعلين، واسم الله نحن الجمهور بس بده يتفاعل. فهذا هذا الموضوع كان مهم من خلال التنويه لهم، اكيد انه نحن رح نشوف سكيتشات، هي اكيد سكيتشات تفاعليه بس اكيد مو كل الوقت نحن رح نتفاعل معها. في تفاصيل لازم نوقف عندها لحتى نفهمها كمعلومات، كفكرة عامة، كطريقة إيضاح هذا الموضوع لحتى قدروا يعني إنه يستوعبوها بشكل كامل. ظن الجوكر كان له عامل أكيد مهم. أكيد يعني الجوكر كان له عامل كتير مهم، لأنه هو عم يطلع بعد يعني بعد السكيتش حتى يقدر هو يوضح. هو عم يفتح موضوع. أنا قلت لهم إنه بليز ما حدا يحكي أبداً لما نكون نحن عم نطرح المعلومة بشكل. هو مدير كامل. المسرح فينا نعتبر الجوكر يعني مثل بلي أبي كتير من خلينا نقول البرامج بالإعلام وعلى المنابر الإعلامية المختلفة. في هلا اليوم صار مساحه للتفاعل من قبل الجمهور يلي طبعا. حاضر بالنقاش او ايا كان، لكن مثل ما حكى عدي في شخص عم يضبط ايقاع كل هذا العمل، خاصه كل ما زاد الحماس بصير الضبط اصعب. فهي مهمه شخص واحد؟ صحيح، لا اكيد. هلا في عالم يعني بالكواليس معنا، في عالم على المسرح. قلت لك انا كمان كان عندي مهمه اني اقول لهم عن هذا الموضوع، خصوصا انه السكيتشات شوي لها خصوصيه بسبب انه مثل ما ذكرتوا انه هو ممكن يكون كله تفاعلي ممكن يكون يعني ما في تفاعل. فالجوكر اكيد عليه مهمه كثير صعبه لانه هو اللي بده يوصل المعلومة بطريقة يعني فظيعة، يعني خصوصا لما يكون السكيتش عن جد بده العالم تناقش فيه. يعني احد السكيتشات طلعت عن يعني كان عن الزواج المبكر وكان عن العنف القائم على النوع الاجتماعي، بس خلص السكيتش كل الجمهور بده يقوم ويناقش وانا لا وانا ضد، فبتصير مع هذا يعني بتصير هاي الموضوع. فهون فريق التنظيم يعني كان عليه كتير شغل انه نحن نهدي الجمهور، اكيد رح نسمع الكل. وكمان الجوكر يعني عليه مهمة اصعب لانه من خلال نقاشه بده يوصل معلومات، بده يدير الحوار. فهو موجه يعني انه موجه هي الجلسه، ويعني في انواع كثير من انه من الجواكر. ممكن جوكر يطلع من الجمهور يقول يلا تفضل اطلع انت، يعني نحط الجمهور بمحل انه هلا نحن عندنا هي الحاله شو تتصرف اذا كنت محل هذا الشخص. فهي صعبه الموضوع. حد من الجمهور يقوم يكون حد من الجمهور يعني احد اشكال المسرح التفاعلي، لا على التعيين، انه يكون يعني عم نعرض سكيتش فنحن بنوصل للحبكه او للذروه، فبنطلب من الجمهور مين يتبرع ممكن يقوم يتصرف خلال هذا الشخص لحتى يقدر انه يتصرف. فهون الجمهور هو من مخيلته عم يطلع عم يتصرف بطريقه يعني لا انا مدروسه ولا انا يعني ابدا عارفان شيء عن المسرح التفاعلي. فهون بتشوفي بقى انت كيف الجمهور عم يتعامل مع هذا الموقف، كيف الجمهور عم يطلع منه. يعني لشخصيته القياديه هو اللي بيقوم بطبيعه الحال، واللي عنده معلومات اكبر هو اللي بينتصر بهي القصه. لكن بصفتك عمار ايضا يعني عامل بالمجال الاعلامي والصحفي، قديش شفت التقاطع بين مهمات خلينا نقول اهداف المسرح التفاعلي واهداف الاعلام بتنميه المجتمع بايصال الرسائل والمسجات؟ يعني كورونا كانت احد الامثله. هلا صراحه كثير في تقاطع وفي قصص مشتركه، لانه مثل ما مهمه الاعلام انه هو يوصل رساله صحيحه ومعلومات دقيقه للجمهور، كمان المسرح التفاعلي عليه مهمه اكبر. لانه يمكن اليوم يعني اذا بدي شبه المسرح التفاعلي مثل السينما، لما انا اروح على السينما بدي انا اروح اشتري التذكره وانا اروح، يعني ما حدا راح يجبرني. اما لما بدي اتفرج على التلفزيون انا فيني يعني بكل بساطه اعمل يعني دير القناه. فبالتالي لا، المسرح التفاعلي عليه مهمه اكبر، لانه بتلاقي انه عن جد لازم يوصل معلومات، عن جد لازم يوصل هاي الرسائل الدقيقه بس بطريقه تفاعليه، بطريقه يمكن تشبه عصرنا اليوم. فكتير في تشابه عدي اكيد، وكتير في تقاطع وعليه مسؤوليات اكثر، يعني عفوا مسؤوليات اكبر. فبتلاقي حالك انه انت قدام في تواصل مباشر، يمكن في تواصل مباشر مع الجمهور، في ردود افعال عم تاخذها، في فيدباك. يعني في يعني احيانا من خلال السكيتش وانت عم نعرض العالم إيه لا ما بدنا هيك، لا ما بيصير هيك، لك روح تصرف هيك. يعني في جمهور عم يحكي، على عكس المسرح التقليدي انت بتضل قاعد ما فيك ابدا تتحرك. وفي يعني بعد كتير مهم عمار هو البعد العاطفي. يعني انت عم تتعامل مع شخص عم تحكي بقضايا جدليه، ربما تثير اهتمامه فبده يقول رايه، ربما هو انبسط بالجو وتسلى بالجو الموجود فيه فحب انه هو يشارك بحكم هي الفكره. وفي محل ثالث هو البعد العاطفي، بتلعبوا عليه بالمسرح التفاعلي أكيد. تاثير بالشخص انه يزعل مثلا او يحط حاله بهذا الموقف فيتاثر كثير. اذا بدك هو البعد العاطفي بس الممزوج بالمنطق اكثر، وهذا يعني بيحرض الجمهور. يعني اذا نحن ما بيهمنا انه كثير انه نزعله قد ما بيهمنا نحرضه على انه يناقش، نحرضه على انه يطلع الحل من جواته. لاني برجع بذكر على قصه كثير مهمه، هي انه الجمهور هو اللي يعني بيطلع الحل اللي بيناسبه. نحن بالسكيتش ممكن نطرح حل ممكن يناسبني انا فقط، اما انتم بعدين انا حضرت السكيتش شو استفدت؟
فبالتالي الجمهور هو اللي بيطلع الحل لأنه هو اللي يعني عايش هاي القضية. وكمان نركز على شغلة صغيرة إنه نحن المشهد يعني المشهد بالسكيتش بشكل عام بيقدم محل بيناسب هاي يعني هاي الفكرة من السكيتش. أما الجمهور شو بي يعني إنه بيقدم حل هو بيناسب القضية ككل. يعني نحن عرضنا كمان خلال المسرح التفاعل كانت المواضيع كنا عن الوصمة والتمييز، عن العنف القائم على النوع الاجتماعي، عن الزواج المبكر، عن الكورونا، عن السفر، اللي هي مواضيع يمكن نحن كتير عم نتعرض لها آسيا، مواضيع آسيا بالمجتمع يعني آسيا، وعم نتعرض لها كمان بشكل مباشر متكرر. كمان كان في موضوع فرص العمل، يعني مثلا انه كيف يعني امور الواسطه واللي عنده اشخاص يعني اشخاص عندهم نفوذ يعني ايه بشكل عام. فبالتالي بتلاقي انه في كتير جمهور لما يعني لما خلص السكتش الجمهور بس بده يحكي، لانه تحس الشباب السوري عن جد ملامسهم الموضوع انه نحن تم تحريضهم يعني. ايه بدنا فاكيد البعد العاطفي مطلوب لحتى هن يتاثروا، بس هو ما بتكون نتيجته بس التاثير، انما التاثير والنقاش لحتى يطلع الحل بالفعل. يعني المسرح التفاعلي خلينا نقول بعد هذا الحديث يعني اكيد غفلنا الوقت وهناك تفاصيل كثير حابين نعرفها، لكن الاهم شيء عرفنا انه ضروري المسرح التفاعلي ومهم، وهو اسلوب جديد لايصال المسجات. اكيد يعني بدي اقول لبس شغله صغيره انه كمان بدي اتشكر لجنه التحكيم اللي كانوا معنا بالمهرجان، هن الفنان لجين اسماعيل، الفنانه جيانا عنيد، والفنان حسن دوبا، والاستاذ الناقد المجتمعي انس حبيب. كمان اخترنا انه يكون لجنه التحكيم هن شباب، يعني لجين وجيانا واستاذ حسن هن من الفئه الشبابيه عايشين هاي المواضيع، عارفين كيف الشباب بيفكر. صحيح. فكمان قال لهم شكرا كثير لهم، يعني كان دورهم كثير حلو، اضافه كثير كبيره للمسخه الرابعه. تحيه موصوله يعني ايضا من قبلنا لهم. شرفتنا عمار البري المسؤول الاعلامي عن مهرجان المسرح التفاعلي، اهلا وسهلا فيك. شكرا كثير لكم.